ولخيانة البلد فعلا يعني. نعتبر عقلي ولدين. بلد ما أحسن حاجة. هو بقى تصدق الكذب بينفع حد. ايوه قلبي فراضي عليه، قول له كذاب وغبي وابن كلب. ايش قديش حمايه الدوله وشر حمايه الشعب؟ ورب يكرمك بالصحه وترجع بالسلامه وتبعد عنيني. قال لا ما اعوش دعواكم انا. قلت له حد هنا وطلعنا. بقيت النهارده في المسا طلع عليه، لا في بيننا وبينه كلام، ولا في بيننا وبينه فلوس، ولا في بيننا وبينه رسايل، ولا اي حاجه. وخربت بعضه على هدى لغاية النهاردة. إذا شفناه ولا كلمناه ولا كلمنا، بس بيني وبينك طبعا هو إيه أغلب الإمدادات والمشية مشيها ورا مراته. يقول له شري شري وغري وغري. جات مراته وقالت دسامي اتصلت عليني، قال دسامي سافر راح بلد اسمها قطر وراحوا هناك. وعنهي هيجي احنا فكرنا طبعا سفر تبع الشغل او وظيفته ودوه هناك عشان نقلوه او عشان يشتغل امام في الدوله. عارفين انه احنا حاجه ايه؟ انه مشى وزعلان او مشى ما عجبوش الحال. راح هناك فين؟ في الدوله كان فيها ليه؟ اسمها قطر. ومن انا ما وافقش عليه، وفي ناس كثير ما وافقش عليه الكلام دي. هيوافق عليه عليه؟ حد يوافق على الكلام على غلط على بلده؟ طبعا دي تعتبر خيانه. ما الواحد لازم يحكي الصح، ده لازم يعتبر ده خيانة. الكلام ما تكلموه، حد يرضى يتكلم على أهله مش على دولته؟ عرفنا هو في المثل في دولة ثانية دولة ما يتكلم على دولته، إنما أنا عن نفسي ما رضيش حاجة على عليك أنت، عليك قريب أنت في المثل من بلدني، وكل ما كنت أتكلم عليك على إيه طيب؟ أقول ربنا يهديك وترجع بالسلامة وبطل الكلام ما تكلمه. كان زي كان صاحب العادة، كان زي وزيكم على أهله. إن الأخوان ولا راح الأخوان، لا الأخوان باينة في البلد. كان قاعد هناك محترم ونظيف وكلها تحبه، إنما هناك طبعا أغلب الناس اللي هي متعلمة زي حالاتها ما رضيش عليه. بعد العمر ده كله الواحد في بعدين لما دخل على 75 سنة ما نفعناش في الشباب، ينفعني في الهرم. يعني لو قاعد في البلد هو كان ليه خلينا نقدر على برا واشتغل واجيب دي واجيب دي وعافر في البيت واشتغل قلوب على كتافي لفوق هنا عشان نعمل عيال اخواته واماكن، وهو قاعد مرتاح ياخذ فلوس ملاش عالي. من يوم ما راح ما فيش لا قرش ولا 20 معي الحمد لله، ولادي في السعوديه احسن منه بيشتغلوا ويجيبوا. طبعا يعتبر عقلي ولدين. امال ايه؟ ايوه يعتبر عقلي ولدين.